Alors l'ami fait pendant la saison comme on dit les entraînements que nous devons tiger ou مرات جوج مرات في السيمانه pendant واحد المده ديال 6 شهور تقريبا كيجيو كيختاروا واحد لي ميكانيزم كي تيجربوهم في لو تيران دو جو تيشوفوا واش هادوك لي ميكانيزم ايفيكتيفمون اي ريبوند او ديفي دو لاني حيت كل عام لو جو تيتبدل دونك لو روبو فينال لا فيرسيون فينال اللي تاهلنا بها في المسابقه الوطنيه سي ان روبو اللي fait plusieurs sous-systèmes, plusieurs mécanismes. Le mécanisme l'ol, c'est la base motrice de l'ol qui lui permet de rouler sur le terrain. Il est vraiment un véhicule pour se déplacer, faire atteler les moteurs. Ou le robot quand il regarde les chiffres dans l'ol, ou quand il aussi quand il regarde les chiffres jump. Il est la perspective, mais c'est pas باش الدراري اللي تيسوقوا لو روبو بلا مانيت ما يحسوش بواحد لا ديفيكولتي في لا مانيبيولاسيون ديالو لي زوتر سو سيستيم كانوا زعما اون جينيرال غير بور كوليكتي لي واحد الاقراص كانت عندنا في لو تيران في واحد لي ديسبنسرز يعني بحال لي ديستريبيوتور ديال دوك الاقراص وكيفاش كنقدروا نصيفطوهم في واحد لا زون لي بعيده يعني واحد الجول زون اللي ما كيوصلش لها لو روبو دونك اخترعنا واحد لو سيستيم بحال ان شوتر كيلوح هذوك لي روبو في اطار التدريب ديال لي زيكيب ديالنا تيكون واحد لي ميتي سميتو ميكانيكال ديزاينرز اند بيلدرز يعني تيكونوا هما متخصصين في التصميم الميكانيكي وفي الصناعه ديال لو روبو دابا الطريقه باش هما تيخدموا كتخليهم لا بد مضطرين انهم يتيستيو في لو تيران هذاك لو ميكانيزم ديالهم بوغ اتر سور ان لو ميكانيزم يل مارش ولا يل مارش با او لي عنده دي بوين فور او دي بوين فابل وعلى حسب هذاك لو ريزولتا ديال داك ليفالواسيون ديالهم تيكون دي امبروف ذا روبوت يعني كيعاودوا يقادوا له التصميم ولا كيعاودوا دي جاست بيلد a better system based on that system وهذا الشيء كامل كيدخل في لو كادر ديال واحد البروسيس سميتو انجينيرينغ ديزاين بروسيس اللي المسابقه هي كت انكوراجي كاع الدراري انهم يتبعوه باش ما يبقاوش يخافوا من الفشل الوغ باش تصنع ان روبو بعدا بالاخص بهذا البرنامج ديال فيكس اي كيو اي واحد يقدر يتعلم بنفسه يعني كاين بزاف الحوايج اللي كتقدر تلقى غير في انترنت باش تتعلم كيفاش تصايب تصميم كيفاش تصنع كيفاش تاسامبلي لي بياس ايتترا كيبقى الفرق في شكون الفريق مع من غادي تشارك يعني خصك تلقى صحابك وتلقى فين غتلاقاهم تلقى الماتيريال وتلقى يعني البيئه اللي تتكون كتخليك كتعطي اكثر واكثر وخصك تلقى عاوتاني الكوتش اللي خصو يشجعك وامام طون خصو يمتحنك ويعطيك تكوين ايتترا Welcome Morocco deux fois المسابقة العالمية في دالاس تكساس بفضل واحد الجوائز اللي مختلفة يعني حسب لا كاتيجوري ديال الاوورد هذاك لو تروفي اللي تيتعطى لك في لا ناسيونال كتكون كاليفي اليجيبل تلعب لا وورلد او لا دونك بور لو كا ديالنا حنايا لاني اللي كانت من قبل خدينا الاكسلنس اوورد ليكيب بريمير ديالنا خدات هذاك لو تروفي وهو اللي اهلها انها تلعب في لا وورلدز و2023 خدينا تيم ورك تشامبيون اند روبوت سكيلز اوورد اللي هي واحد الجائزه اللي كتعطى على هذا البرنامج والتصميم ديال الروبو وحتى لو سكور ديالو في الماتشات في لا فينال هاي ماي نيم از لين اند ام ا ممبر اوف ذا 90000 سي ميكر سبيس تيم As much as we're proud of our robot from last year, there are so many areas that we could have improved. For example, this year we're planning on programming our controller to to make it easier for the drivers to maneuver the robot during a match. For example, instead of pressing and holding for the robot to execute a motion, it can just press a robot and automatically the program will run and make it easier to execute that function to not to prevent the drivers from getting distracted by other. Of course, anybody could build a robot and join any competition. Like we said before, it's a low floor and high ceiling concept, meaning that anybody can build a robot and come up with ideas. However, the hard part is trying to find the environment that will support this. So meaning the whole support system, which is like teammates and coaches,
and material courses also, because it can be very challenging, and also sometimes mental support is required, which is quite hard to find when you're all by yourself. My name is Mohamed Bouzgarin. I'm with the team 90,000 Seat from Makerspace, and I've competed in the competition of XIQ for 2 years. Our robot has many features such as collecting discs from dispensers by triggering mechanisms, then putting them in a seesaw that then shoots them into different goal zones. To build the final version of our robot, we had to get inspired by some designs like online, in forums, YouTube, Google, anything, and then we brought it to life. And then when we tested it, we took like three best ones, and we started testing from each one and take one, and then we tested it for the final test, and then we chose it for like our robot.